كان تعليق على هذا انه سيرك انه سيرك وفي السيرك المهم ما ياخذ الابصار ويثير الحماس لا ما يخاطب العقول ويطمئن القلوب فما رايي بهذا الكلام هذا الكلام حسب ما هو المقصود انه ما, ما, ما هو لكن كان المقصد عالم اليوم فعليا اللي السوشيال ميديا الاعلام بشكل عام احوال المتصدرين عالم اليوم فعلا هو المعركه اليوم بين الشركات، المؤسسات، الدول، مراكز البحث، أصحاب أصحاب القنوات، وأصحاب الصفحات، أصحاب حتى المصالح يعني المؤسسات الفردية، حتى من عنده دكان يعني. الآن المعركة فعلياً على هذا الأخذ بالأبصار وإثارة الحماس، هذه المعركة اليوم. يعني هذا هذا ما يلعب عليه الجميع، المشاهدات، السبسكرايبز. المتابعات فهذا ما يلعب عليه الجميع ولذلك أصبح إنسان مثلا فقط يدلي كرشه ويلعب به هذا أصبح عنده ملايين المشاهدات وأصبحت الشركات والمطاعم وكذا تدفع له الأموال الطائلة ليقوم بدعاية إعلامية معينة بل حتى كثير من أصحاب الأفكار والمناهج الفكرية وال... يعني سواء كان فلسفة معينة منهج معين طريقة معينة في النقاش هو كل ما يفعله هو ان ياتي بمشاهدات عاليه على اليوتيوب وكذا، فاذا جاء بالمشاهدات العاليه جاء اليوتيوب ليدفع له الاموال، من اين ياتي اليوتيوب بالاموال؟ من الشركات التي تعلن او الافراد الذين يعلنون على هذه الفيديوهات، وبعض الناس لا يكتفي فقط بهذا وانما هناك شركات تبحث عن من عندهم مشاهدات ويقولون له تمام ما رايك ان تاخذ هذا العصير في في الفيديوهات الخاصة بك وتعلن عنها وندفع لك الأموال. الآن لا أعيب على من يفعل هذا ولا أقول حلال ولا حرام ليس لهذا الشأن، وإنما أنا أعلق على فكرة المهم المهم ما يأخذ الأبصار ويثير الحماس، هذا 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 العالم اليوم. المشكلة أن يكون من يريد من يريد أن يعالج هذا الواقع ويؤثر في هذا الواقع تأثيرا إيجابيا يؤخذ بهذا الأمر ويصبح الأمر لديه أنه آه كيف الجرافيكس وكيف الديزاين وكيف المش عارف ايش آه سبحان الله طيب 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 طيب